all. Thank you for being here. So happy to welcome you to the second ASM lecture series, which will be held monthly here at the Islamic University with the full support of Faculty of Health Sciences. Each lecture, which consists of 30 to 45 minutes presentation that will be delivered by distinguished scientists and researchers in fields related to microbial sciences. Our guest speaker is Professor Fadl Sharif. He is a professor of molecular biology. He made a remarkable contribution in establishing and supervising genetic diagnosis at the Islamic University of Gaza. His research interests include genetics and recurrent pregnancy loss and molecular basis of a human genetic disease. Professor Sharif has supervised many master's students, and he has a good record of publication in the field. He will be delivering lecture with the title Gut Flora and Obesity. Without further ado, please welcome Professor Fadl Sharif. Thank you very much for the introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. أنا اختلف شوية في العنوان. حكون الموضوع يبقى مايكروبيوم and obesity. بداية تعريف بسيط للهيومن مايكروبيوتا، هي بتمثل كل الكائنات الدقيقة المايكروبات اللي بتعيش في أجسامنا أو على أجسامنا، وهذا بيشمل فيروسات، بكتيريا بنوعيها اليوبكتيريا والأركيا، فنجي وبروتوزوا. بنتكلم هنا عن رقم مخيف، بنتكلم عن تريليونز اوف مايكروبس عايشة في مناطق مختلفة من أجسامنا، ألا ومن أهمها الانتستينال تراك. في الـ human populations هناك ما يزيد على 1000 different species وأكثر من 7000 strains of microorganisms عايشة في وعلى أجسامنا. والحاجة الـ interesting إنه معظم هذه الكائنات لم يتم عزل. طب كيف بنعرفها؟ بنعرفها من البصمة الوراثية، نعرفها من الميتاجينوميك ستاديز ومن سيكونسينج 16S RNA جينز. طيب ايش الميكروبيوم؟ الميكروبيوم تعرفنا هي الكائنات الدقيقة. الميكروبيوم هي الكائنات الدقيقة وجيناتها. عرفنا نعرفها من خلال اللي هو الجينات بتاعتها والجينات الماتيريال بتاعتها. فالميكروبيوم هو عبارة عن الكائنات وجيناتها. في دراسة على فيكال سامبلز من 124 individuals وجدوا هناك ما يزيد على 3 مليون non-redundant microbial genes. ما يزيد على 3 مليون جين بروتين كودينج. الهيومن جينوم بروتين كودينج 23,000. نتكلم عن أكثر من 150 ضعف عدد الجينات الموجودة في الإنسان. فيكم تتخيلوا البروتينات هذه ايش ممكن تعمل في الجسم، ايش ممكن تنتج انزيمات، ايش ممكن تنتج بروتينات، وكيف تتفاعل مع الهيومن. لذلك استحق الميكروبيوم ان يسمى السكند جينوم اوف ذا هيومن، والبعض بيسميه الانفيزبل اورجان. مثل ما ذكرنا الكم الهائل من الجينات والناتج عنه من الانزيمات وتأثيره على مناحي عديدة في جسم الإنسان خلى الميكروبات هذه تؤثر على الإميون سيستم، ساهم في حمايتنا من الباثوجينيك أو الكائنات الممرضة، تساعد في النيوتريشن. يعني ابسط مثال هنا انا بتزوجنا في بعض الفيتامينات زي بي 12 وفيتامين كي، كلنا بيعرف الكلام هذا. بتاثر على كثير من عمليات اللي هي الفسيولوجيه في جسم الانسان لدرجه انها بتاثر على البرين. يعني الانكسايتي والديبرشن وجدوا انه ريليتد للميكروبات اللي عايشه معنا.
كمان حاجة نتذكرها إنه مش كل الانديفيدوالز عندهم نفس الميكروبيوم. في انتر انديفيدوال ديفرنس في الميكروبيوم. طيب من وين اجت هذه الكائنات لجسم الانسان وبالتحديد نتكلم عن الجت مايكروبيوم؟ اول لقاء بين الانسان والكائنات الدقيقه هو اثناء الولاده. وهنا المود اوف ديليفري بيأثر. يعني اذا مر عبر النورمال بيرث كانال بنشوف انه من الكائنات الدقيقة اللي بتبدأ في الكولونيزيشن للانتستنز لاكتوباسيلس بروتوكولاس ميديون. بينما إذا كانت الولادة سيزيريان بنشوف إنه الكائنات الموجودة في الأمعاء هي اللي كانت على جلد الأم مثل ستافيلوكوكس كورينوبكتيريوم وخلافه. وحاجة كمان انترستنج اللي انولدوا في السي اس في المستشفيات وجدوا إنه في أمعائهم الهوسبيتال بكتيريا مثل الكليبسيلا والإنتيروكوكس. ايضا الانتيبيوتكس الاطفال الخضج اللي بيعتنوا فيهم في الاي سي يو بيعطوهم انتيبيوتكس وجدوا ان الانتستنس بتاعتهم كولونايزد باي ديفرنت بكتيريا مثل الكليبسيلا. فالثلاث سنوات الاولى من حياه الانديفيدوال مهمه جدا في تحديد ايش الكائنات الدقيقه اللي حتكون في امعائه وايش الانعكاسات اللي حتترتب عليها في السنوات القادمه من حياته. لذلك ندير بالنا كثير على اطفالنا في السنوات الاولى اللي بيكون فيها فلكسبيليتي في الميكروبيوتا بتاع الجسم. من الاشياء الفاكتورز المهمه في تحديد برضه الميكروبيوتا الفيدنج. والبريست فيدنج هو المين فاكتور في افكتنج الميكروبيوتا كومبوزيشن. طبيعي الاذر فاكتورز الهايجين الاخوه اذا في حيوانات في المنزل الى اخره الفود كومبوزيشن كل هذه امور مهمه. يجي للادلتود. في الادلتود بيكون في عندنا بكتيريا تنتمي الى اربع فايلا رئيسيه الا وهي فيرميكيوتس بكتيريوديتس اكتينوبكتيريا وبروتيوبكتيريا بالاضافه الى فيوزوبكتيريا الميكروبيوتا والاركيا. هذه السبع فايلا الاربعه الاساس منها اللي هم الاولى في الميكروبيوتا الموجوده في الارض. حكينا قبل شويه في انتر اندفيدوال فاريشن. هلا الاسماء الرئيسيه السبعه اللي ذكرناها هذه ما بتتغيرش. اللي بيتغير البروبورشنز بينها وايش في تحت كل فايل من سبيشيز وسترينز، هذه اللي بتختلف بين الاندفيدوالز. كمثال هنا مش كل الاندفيدوالز عندهم الميثانو بريفي بكتيريا سميثاي اللي هي ميثانوجين بتعمل ميثان. و الاندر هيلثي كونديشنز الانتستال مايكروبيوتا بتضلها ستيبل تتاثر اكيد بالدايت والفيسيولوجيكال ستيت اوف ذا اندفيدوال. اعتلال الميكروبيوتا نتيجة لفاكتور أو لأذر يسمى ديسبيوسيس. في حالة الديسبيوسيس إيش بنشوف؟ بنشوف مثلاً loss of keystone species، زيادة في الـ harmful species، و reduced diversity أو reduced richness في البكتيريا الموجودة في الميكروبيوتا. بيترتب عليها زيادة الريسك لحدوث أمراض متعددة منها موضوعنا اليوم اللي هو الاوبيسيتي، لكن زي ما احنا شايفين قائمة طويلة من الديسوردرز تترتب على الديسبيوسيس. ايش هي الاوبيسيتي؟ كنا بنعرف ان في زيادة بدهون الجسم abnormal accumulation of body fats. والمؤشر المعتمد هو البادي ماس اندكس. اللي حابب يعرف هل هو النورمال ويت ولا لا بس يجيب وزنه بالكيلوغرام وطوله بالمتر المربع ويحصل على هذه البادي ماس اندكس. اذا كان بين 18.5 و 25 فهو في النورمال ويت، اكثر من 25 فهو لدى الاوفر ويت، واكثر من 30 هو في الكاتيجوري بتاع الاوبس.
الملاحظ في كل العالم انه في زياده غير طبيعيه في البريفالنس للبوكس. طيب الجينيتك فاكتورز اوكي هي واحد من العوامل، لكن مش عم بيحصل شيفت في الجينيتك ماتيريال بالقدر اللي احنا بنشوف فيه زياده في الاوبيسيتي، يبقى في هناك عوامل اخرى، لذلك الاوبيسيتي بنعتبره مالتي فاكتوريال ابنورمال. وزي ما بنعرف الاوبيسيتي مش هي بس كوزمتيك كونسيرن، يعني صحيح الناحيه الجماليه مهمه، لكن مش بس من ناحيه جماليه، هي ريسك لامراض اخطر وسبب رئيسي في البريماتيور ديث. الجينيتك فاكتورز بتساهم في الاوبيسيتي، يعني الجينز اللي احنا حاملينها او الفارينس اللي احنا حاملينها لها دور في الاوبيسيتي لا شك في ذلك. لكن قديش بتساهم تقريبا 40% من الهيريتابيليتي للأوس، وبقصد بالهيريتابيليتي الفروقات بين الانديفيدوالز اللي بنعزوها للجينيتك فاكتورز. يبقى حوالي 40% من الهيريتابيليتي للاوبيسيتي از ديو تو جين فارينس، وجين فارينس بقصد فيها مش بس الجين فارينس، الابيجينيتكس. ال 40% ما بتفسر اللي هو الاوبيسيتي اللي احنا شايفينها كلها، وبالتالي هناك فاكتورز عديده بتعرفوا الفاكتورز المرتبطه بالاوبيسيتي من اللي هو لايف ستايل والى اخره، لكن هنركز هنا على مين؟ على الجت مايكروبيوم كاحد الفاكتورز المرتبطه بالاوبيسيتي. الجت مايكروبيوم اتسلف ممكن نعتبرها مالتي فاكتوريال فينوتايب، مثلا فيها انتر انديفيدوال فاريشن معناته هي فينوتايب، وهعملها بهذا الشكل انها فينوتايب. قديش في دايفرسيتي؟ هي فينوتايب. ايش السبيشيز الاباندنت عندنا؟ هي فينوتايب. يبقى هذه بتتاثر بعوامل متعدده بتستغرب، ومن بين هذه العوامل الجينات اللي احنا موجوده عندنا. جيناتنا الها كلمه في تقرير مين الميكروبات اللي تعيش معها، زائد اكيد الدايت والعوامل الاخرى من اكسرسايز وانفيرمنتال فاكتورز وميديكيشنز، الجندر والايج عليهم كلام. يبقى هنتكلم عن عامل هنا، هنا نرجع لل 70 30 المكتوبه. الهيريتابيليتي هنا 30% تقريبا للمايكروبيوم، 30% من الفاريشن في الميكروبيوتا از ديو تو جينيتيك، الباقي موزع على العوامل. ناخذ بالنا من اللي بناكله. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ ما مال ادم ينشر وعاء شر من طبعا. فناخذ بالنا من الطعام اللي بنتناوله. واضح بالدراسات البلانت بيز دايت بتشجع الدايفرسيتي للميكروبيال سيستم، والدايفرسيتي حاجه مهمه للهيلثنس. كل ما كان دايفرسيتي اكثر في الميكروبات كل ما كانت الهيلث ستيت. مثلا الفايبرز الموجوده في النباتات بتزيد من الابندنس اوف لاكتيك اسيد بكتيريا زي الرومينوكوكس والبكتيريا المختلفه، وبتقلل البكتيريا المضره مثل الكلوستريدين والانتيروكوكس. البوليفينولز برضه موجودة في النباتات بتزيد من الاباندنس او بفيد البكتيريا واللاكتوباسيلس اللي هي مشهوره ومستخدموها كبروبايوتكس المتعرفين، وبتقلل من الباثوجينيك وال الانتي انفلماتوري افكتس والباثوجينز، وبتحمي اللي هي الكاردي فاسكولار سيستم. هذه البوليفينولز والفايبرز الموجوده في النباتات. في الاونه الاخيره لاحظت ناس كثير اللي هي عندها زياده في الوزن تتبع الكيتوجينيك دايت اللي هي الهاي فات ادكويت بروتين لو كارب. انا مش من انصار الكيتوجينيك دايت، وهذا الكلام برضه بياكد النظريه هذه انه الكيتوجينيك دايت هتزيد من الاباندنس لبعض الكائنات وتقلل لبعض الكائنات. من الكائنات اللي زادت تشوفوا مين؟ ايش ايش لذلك ايش انعكاسات الكيتوجينيك دايت بعد فتره؟ هي ما بتظهرش الاثار على طول، تاخذ سنوات لتظهر. وبالتالي انا مش مع اتباع الكيتوجينيك دايت كحد. حكينا الاذر فاكتور غير الدايت هو الجينات بتاعتنا، اور جينز
have something to say about your الكائنات اللي عايشة معنا. They contribute to the gut microbiome. برضو في دراسة هنا على healthy people من 4 ethnic groups ورطنا انه في 12 family تختلف في الابندنس. ethnic groups مختلفة من ناحية الجينات تختلف في الابندنس، معناته في علاقة بين الجينات والابندنس of certain bacterial group. مش هذكر طبيعة ال 12 هم مكتوبين، لكن اللي يهمني لك ريستنسينيلا هذه حنشوفها مرة تانية زينا بكتيريا مهمة في علاقتها مع وزن الجسم. أيضا في دراسات على كوهورتس من التوينز من different countries زي ما احنا شايفين أثبتت أن الميثانوجيني باكتر سميثاي هي ميثانوجين is irritable. يعني في كونكوردنس بين المونوزيجوتيك التوينز اعلى بكثير من اللي هو بين الديزيجوتيك، لان هذا ادى الى البدء في دراسات. نعرف الجينوم وايد ستاديز اللي هي بتربط الجينيتك فاريانتس مع الفينوتايب، هنا بنتكلم عن مايكروبيوم جينوم وايد ستاديز، يعني نربط الجينيتك فاريانتس في الانسان مع الدايفرسيتي بتاعت البكتيريا او زي ما حكينا مع سيرتين تايبس اوف بكتيريا موجوده في المجتمع. وما نستغرب اذا وجدنا الجين فاريانس تنتمي الى جماعه اللي هو جينات الاميون سيستم والميتابوليزم. فمعظم الفاريانس اللي وجدوها كانت اما ريليتد للاميون سيستم او للميتابوليك باثويز المختلفه في الجسم. نعطي امثله سريعه كده، مثلا اسوشيشن بين سنجل نيوكليوتيد بوليمورفيزم في الاميون ريليتد جينز الهيلا دي ار اي والتول لايك ريسبتور مع السيلينوموناس واللاتروبيا. هذا مثال برضه متوقع، سنبس في اللاكتيز جين مع البيفيدولاكتيد، او سنبس في الفوسفولايبيز دي 1 مع اللي هو ايه الاكرمانسيا. الاكرمانسيا برضه من البكتيريا اللي لها علاقه في الوزن الجسمي. طيب بدنا بعض اللي هو الادله على وجود علاقه بين الميكروبات والاوبيسيتي. هذه الادله اجت من الانيمال ستاديز والهيومن انترفنشن ستاديز. اول شيء ورانا اهميه الميكروبيوتا في تنظيم وزن الجسم، هي كانت على الجيرم في انيمالز. هذه الجيرم في انيمالز ما عندهاش الميكروبات. شوفوا هذا الجرم في انيمالز تاكل اكثر تتحرك اقل، يعني كل عوامل بتزيد الاوبيسيتي، لكن دي ديفلوب ليس فات وريزيستنت للايه؟ للدايت انديوست اوبيسيتي. طيب الاكسبيرمنتال انيمالز لما اعطوها الانتي بايوتيك وقارنوها بالكنترول اللي ما خدش، اللي اخذت الانتي بايوتيك زادت في الفات اكيوميشن زادت في والانتي بايوتيك ما كانش بس مختصر على البنسلين بل عائلات اخرى تتراسايكلين والفانكومايسين. برضه دراسه في الدنمارك هنا الاطفال اللي اخذت انتي بايوتيك في الست شهور الاولى كان عندها انكريز ريسك لحدود اللي هي الاوفر ويت ات ايج 7. زي ما حكينا الاثار ما بتكونش مباشره بتستغرب قدر سنوات. البيشنتس اللي اضطروا ياخذوا لونج تيرم دوكسيسايكلين او اذر انتي بايوتيك تريتمنت كان عندهم كسايد افكت اللي هو زياده في الوزن. وانتم من عشرات السنين بتعرفوا الانتي بايوتيكس تستخدم لتسمين الحيوانات والنوادي، فهنا برضه الافكت لينك للمايكرو بايوتيكس. كمان دراسه على الانسان تتبعوا فيها 58 سبيشيز وجدوا انه في ديفرنس في الدايفرسيتي تنوع في الميكروبات بين اللي هو النورمال ويت والاوبيس اندفجوالز، دلاله على انه الدايفرسيتي البكتيريا ريليتد للنورمال ويت. دراسه على اوبيس اند نورمال وومن على انواع محدده من البكتيريا وردنا هنا انه في
اختلاف في اللي هو نسبة أو الأبندنس لهذه الأنواع من البكتيريا. دراسة مباشرة هنا بين الإنسان والحيوان، لما عملوا ترانسبلانت للميكروبيوتا من الإنسان في الجيرم فري أنيمال، طلعوا كان اللي هو إذا كان السامبل مأخوذة من نورمال ويت إندفيدجوال، ما عملتش زيادة في وزن الحيوان اللي هو كان جيرم فري، إذا كانت مأخوذة من overweight أو obese individuals عملت زيادة في الوزن. والشيء كمان الانترستنج هنا إنه الكريستنسينيلا لما أضيفت للحيوانات اللي كسبت وزن إيش عملت؟ رجعتها للnormal weight. الكريستنسينيلا is protective against gain of weight. والكريستنسينيلا is functionally linked to lean أو slim phenotype. برضو كمان case report كانت هنا، في ست كان عندها recurrent clostridium deficit infection، أعطوها fecal transplant من شخص لكن كان الشخص overweight، فهي صار معها زيادة في الوزن. الكريستنسينيلا نظرا لأنها مرتبطة باللين فينوتايب أو السليم فينوتايب تستحق أن تأخذ لها 2 أو 3 سلايدز. هي عبارة عن جرام نيجاتيف بس اللاي نان موتايل نان سبور فورمينج ستريكت إن أيروب، تنتمي إلى اللي هي الفايلة بتاعت فيرموكيتس. أول عزل لكريستنسينيلا سبيشيز كان 2012، أنا كاتب هنا ريتيرن تو ذا كلتشر، دلالة على مش كافي الجينات ومش كافي 16 أسبوعين إلا ما نعزل عشان نستفيد من هذه الكائنات الدقيقة. بالفعل عزلت في جامعة كورنيل، وفي شركة اشترت هذه البكتيريا عشان تعمل منها شيء لاستخدامها في كعلاج في تنظيم الوزن. زي ما شفنا في السلايد السابقة حمت أو قللت الوزن بتاع الفيران اللي كسبت وزن. كمان هي مور كومن في الناس اللي عندهم نورمال ويت او سليم بيبل. حاجه ثانيه اللي كريستنسيلا بتعملها انها بتعمل شبكه مع انواع محدده من البكتيريا، فهي بتكون في المركز زي مثال الطيور على اشكالها تقع، فهي تعمل نتورك مع أنواع محددة من البكتيريا، منها مثلاً البسيلوسبايرا، منها مثلاً البعض الميثانوجينز، وهدول برضو لهم علاقة باللين فينوتايب. يعني هي عاملة هب، عاملة شبكة مع مجموعة من الأنواع الأخرى من البكتيريا. وكمان الكريستنسينيلا إز هيريتابل، هناك بعض الجين فارينتس اللي تشجع تواجدها في جسمها. صحيح سجستيف مش كونفيرم، لكن هذه السنبس البي دي ان اف او الدي بي سي 6 او الجين الثالث، وهذه الجينات اللي علاقه بالانفلاماتوري ريسبونس، والبي دي ان اف له علاقه في المركز في الدماغ اللي بيعمل كنترول للبادي ويت. هلا الانفلاماتوري ريسبونس مهم في حالات الاوبيسيتي، لانه الاوبيسيتي مرتبطه بمال سيستميك انفلاميشن. ولو فحصتوا الناس اللي عندها اوبيسيتي بتجدوا عندها الانترلوكين 6 والسي رياكتيف بروتين اعلى من المهم. طيب ايش البوتنشال ميكانيزم؟ احنا شفنا مقتنعين الان في ارتباط بين اللي هو الميكروبات اللي في الامعاء وزياده الوزن. طيب ايش التفسير لهذا الارتباط؟ زي ما حكينا في عندنا حوالي 3 مليون جين. يعني لو فكرنا بس في جزئيه الانزيمات اللي بتهضم الحاجات اللي احنا ما بنهضمهاش، السليلوز مثلا، الدايجستشن ريزيستنت ستارش، كثير من الزينوبيوتكس والمركبات البكتيريا بتستطيع تحللها وفيها توفر لنا منها نيوترينس. والنيوترينس هذه اذا كانت هاي انرجي نيوترينس اكيد حتزيد. البكتيريا هذه ممكن تعمل لي فاتي اسيدز، وبالفعل
وجدوا في الناس اللي عندهم زيادة في الوزن تصنيع الفاتي أسيدز أنشط من الناس الآخرين. الناس الآخرين عندهم الشورت تشين فاتي أسيدز أنشط. الشورت تشين فاتي أسيدز مفيدة للعلم البيوتيريت اللي هو البروبيليت الأسيد. يبقى دي واحدة اللي بتفسر العلاقة بين الميكروبات وزيادة الوزن هي الهارفست اوف انرجي من المكونات الفود. انها بتعطيني مركبات غنية بالطاقة ما كانش ممكن انا اهضمها بدون التركيز. يبقى دي واحدة. نمرة اثنين بتأثر على البايت سولز. البايت سولز معروف اهميتها في هضم الاورجان بعد كده امتصاص الدهون. فإذا خربت عمل البايل سولز هتقلل من الاستفادة من دون العكس صحيح. حاجة ثالثة تأثيرها على إنزيمات الجسم. مثلا زيادة اللايكوبروتين لايبيز بفعل البكتيريا بتعمل على زيادة الأبتيك أوف فاتي أسيد والستورج في الجسم. قبل شوية حكينا عن المايلد سيستميك إنفلاميشن في الأوبيس إندفيدوالز. واحد التفسيرات لهذه الانفلاميشن انه البكتيريا بعض المضار منها بتزيد البرميابيليتي في الايه في الامعاء. زياده البرميابيليتي بتخلي اللايكوبوليسكرايدز بتاعت البكتيريا تدخل الجسم وعبر التولايك ريسبتور 4 مثلا بتزيد الايه الانفلاميشن والانفلاميشن بتزيد الاديبوسيتي. شيء برضه انترستنج وجدته اللي هو علاقه البكتيريا بالبرين ما يسمى الجات برين اكسس. اذا بتعمل نيرو اندوكراين كومباوند بتاثر على البرين قد تؤثر على الشعور بالستيتي والشعور باللي هو الابيتايت. بعض هذه الميكانيزمات اللي احنا ذكرناها بيعملها المايكرو اورجانيزم او بتعملها المايكرو اورجانيزم من خلال تاثيرها على جينات الهوست وهذا كمان انترستنج. بتغير الجين اكسبريشن او بتغير الابيجيناتكس وبالتالي بتاثر على الاكسبريشن من خلال عمليات متعدده. يعني بذكر هنا مثال انترستنج وجدته في السيلياك بيشنتس انه الميكروبيال دراج ميتابولايتس اثرت على الالترناتيف سبلايسنج لاحد الجينات. او في الفئران اثرت على انتاج السي دي 36 اللي له علاقه بالايه بالليبيد ترانسبورت. ممكن الكائنات الدقيقة هذه تنتج باي اكتف كومباوندز تأثر على السيجنال ترانسدكشن. يبقى أمور كثيرة متداخلة مع بعض ما بين دايت بين جينات الميكروبيوم بين جينات الهوست كلها تعمل انتراكشن مع بعض في النهاية بتأثر على العمليات الحيوية وعلى البايوكيمستري بتاعت الاندفجوال اللي هي في النهاية تنعكس على صحة الاندفجوال. اكيد واضح كيف نحاول نخلي الميكروبيوتا بتاعتنا هيلثير. الهيلثي دايت نمرة واحد زي ما حكينا دايفرسيفيكيشن في الدايت مهم عشان نحصل على دايفرسيتي في الميكروبيوتا ونختار طبيعه الاطعمه المفيده من هول جرين من فروتس من فيجيتابلز من المأكولات البحريه الى اخره. اللايف ستايل مهم الاكسرسايز. وبالفعل في دراسه على ناس رياضيين ومش رياضيين وجدوا في اختلاف في البكتيريا ومنها كان الاكرمنسيا اللي هي برضه لها علاقه بالليننس. As much as possible to avoid اللي هو البروس سبيكتروم انتيبايوتكس الا اذا كان مضطرين فبدنا نعمل كومبنسيشن من خلال اللي هو الدايت والبريبايوتكس والبروبايوتكس والحاجات الاخرى. في الختام بنحكي انه الميكروبيوم الهوست دايت كونفيجريشن كونتريبيوت للأوبيس فينوتايب. جريتر دايفرسيتي معناته هيلثير انديفيدوال. سبيسيفيك جروبس اوف بكتيريا كان بروتكت اس اجينست اوبيسيتي كريستنسينيلا. اور جينز انفلونس الاباندنس اوف سيرتن مايكرو اورجانيزمز وانتر The microorganisms can affect the gene expression. The human microbiome أصبح الآن new target with dietary changes with treatments that aim at not just only combating obesity but other multifactorial disorders. We
Thank you.